الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن حارثة أن سويد بن نعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤتى إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل وأكلنا، ثم قام للمغرب فتمضمض وتمضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. هذا حديث صحيح، رواه البخاري، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. فثري بمعنى بل بالماء، فثري فأوتي بالسويق فثري فيعني بل بالماء، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكل ثم قام للمغرب فتمضمض وتمضمضنا، لأنهم يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم مضمضة. وهذا أيضا فيه دلالة، أتى به في دلالة على أن مما مست النار لا يجب الوضوء، لأنه لم يفعل لا يوجب الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ، ما فعل غير أنه تمضمض لما أكل السويق، لأنه لا يتبقى بقايا الطعام في فمه، ممكن أن تبطل الصلاة بذلك. المضمضة من اللبن، قال المصنف رحمه الله تعالى أيضا أخبرنا قتيبة بن سعيد البغلاني من الثقات الأثبات، روى له جماعة، قال حدثنا الليث بن سعد مفخرة المصريين الفقيه المحدث الجواد الكريم، قال الشافعي هو أفقه من مالك، عن عقيل وعقيل بن خالد وهو من الثقات الأثبات، رواه الجماعة، عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال الزهري ما جلست أحدا استوعبته إلا عبيد الله، عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه، عبد الله أربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما. حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الوضوء، أخرجه مسلم أيضا عن طريق من طريق قتيبة بن سعيد. هنا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرب لبنا فدعا دعا بماء فتمضمض، قال إن له دسما. شو انظر هنا كما قلت، حتى لا يتبقى في الفم شيء فيتحرك بحركته، فيعني قد تبطل الصلاة به، قد ينشغل به عن الصلاة، قد تبطل الصلاة به وقد ينشغل به عن الصلاة. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال إن له دسما. في الحديث أيضا من الفقه هو بأنه للمرء أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، وأنه لا يلزم مع القيام لكل صلاة أن يتوضأ، لعموم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء منكم أحد من الغائط إلى آخر الآيات. هذا عند القيام إلى الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فيها دلالة أن الوضوء يكفي ما دام المرء على طهارة، فتكون الآية مخاطبة لمن لم يكن على طهارة. وأيضا أكله شيء مسته النار فإنه لا يوجب الوضوء، كما أكل السويق وبل ثري بالماء فتمضمض، لأنه قد يبقى بقايا من الماء من الطعام في فمه فتعطل وتعرقله عن الصلاة. واللبن قال إن له دسمة، إن له دسمة، لذلك مضمض النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من ذلك، فعل النبي تشريع، فضل الصحابة في سرعة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، سد الزرائع، وسد الزرائع دي تتأتى من إيش؟ تتأتى من المضمضة، لأنه يخشى أن يبقى طعام ذريعة إلى بطلان الصلاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا